ممتازة، ورقة بيضاء لنصر الدين دريد، والتقيدي توزيعة ممتازة ممتازة، هذه الكرة ما فيش تسلل، صحراوي صحراوي ناحية حداد وهو الهدف، لا يضيع كرة، ضيع كرة ممتازة جدا. كما هو الحال بالنسبة لملعب سعيدة وكذلك ملعب معسكر. حداد حداد يحضر في كرة، يبحث عن الرفقة، يجد كرة ممتازة ومرت جانبية ممتازة من دواجي، رغم وجود عناصر من أمثال سكر وحميدي وبنتوش معمر الذين تمنى له الشفاء العاجل للعودة إلى فريقه الجديد مولودية العاصمة. اصطدام بين فوسيني، استقدم هذا الموسم كل من مسعود محمد من اتحاد عنابة، مخالفة خطيرة وخطيرة جدا، ومسعود يرفع هذه الكرة وأول ارتماء بالنسبة للحارس واضح، كان تأخر الحكم في إخراجها. حجاري يرفع كرة لكن فوق المرمى، قلت نتأسف لجمهورنا الرياضي الكريم رغم الحرارة يتابعوا في اللقاء، وبحروف من ذهب مع فريق مولودية سعيدة، كرة مرفوعة في العمود الثاني، لكن بنفيسة بنفيسة ساهر على مرماه ويبعد هذه الكرة، ينطلق داود بو عبد الله، داود بو عبد الله سريع ينطلق يتخلص من دريوش، داود بو عبد الله يتخلص من دريوش، مخالفة أو هجوم خطير، وداود بو عبد الله يوزع كرة ربما في المرمى، ولحسن حظ الحارس واضح هذه الكرة تصطدم بالمدافع من جديد لصلاح دواجي، ينطلق ينطلق في الوسط يوزع كرة ناحية الصحراوي، صحراوي يرتكز على والتقيدي، والتقيدي يرفع كرة ممتازة وهدف، لا يضيع الهدف من اللاعب حداد أو صحراوي. زاوش سعود حاول يوصل كرة إلى داود بو عبد الله، بالفعل يتخلص من زميله، يوزع كرة إلى سلامة، سلامة تمريرة ممتازة، ثم الهدف الأول من سوداني، وباغتة في دفاع مولودية سعيدة، السوداني في الدقيقة 25. نتيجة هدف مقابل صفر هي نتيجة هذا اللقاء الافتتاحي بالنسبة لبطولة القسم الوطني.